صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حصل ويحصل في هذه السنوات الأخيرة من حدوث وتكرار بعض الآيات الكونية، هل هذا دليل على قرب قيام الساعة؟ نعم، من علامات الساعة أنها تكثر هذه الأمور، تكثر الزلازل، يكثر الكسوف والكسوف للقمر، هذا من آيات الله، وهي من علامات الساعة تكثر في آخر الزمان. نعم.